يعني خمسه في ملعبك كثير بصراحه، خصوصا انه انت تتقدم النتيجه تقلبها من 2-0 ل 4-2 وانت في حاجه النقاط، تبحث عن مركز للمشاركه الاسيويه وتبحث ايضا عن نتيجه ايجابيه للمباريات القادمه الثلاث خارج ملعبك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله على كل حال. والله زي ما انت شايف يعني احنا بدينا يعني في بدايه المباراه بدايه كانت سيئه جدا، الحمد لله قدرنا انه نرجع للمباراه ونفرق بهدف. رجع فريق الرايد يعني طبعا يعني بخطانا يعني، الحمد لله هذه حال الكوره يعني فوز وخساره. ليه ما قدر الاهلي يحافظ على التقدم؟ خلينا نتكلم. والله انا ما لان في بعض المجموعه يعني اول مره يلعبوا مع بعض، وزي ما قلت لك يعني كره القدم يعني فوز وخساره يعني، يعني الكل يتحمل الهزيمه. ايش كان ممكن يصير افضل بالنسبه للنادي الاهلي؟ والله كان ممكن انك تفوز 5-6 يعني، لو انه استمر الوضع على ما هو عليه يعني متقدمين باربعه كان الفارق هدفين، كان تقدر كمان تضاعف يعني. غلط انه العيال يعني كمان يعني رجع يدافع ورا، والحمد لله على كل حال يعني. ما كمهاجم اليوم انت ايش افتقدت انك تسجل الكم الهدف؟ انت قلت المفروض نفوز 5-6، انت وصلت الاربعه، ايش اللي منع الخامس والسادس بالنسبه لك كمهاجم اليوم في المباراه؟ صلابة الدفاع مثلا في الرايد، قلة تغذيتك كمهاجم في صناعة اللعب؟ لا مو مسألة، الأهداف توفيق من رب العالمين، وزي ما قلت لك يعني احنا بدأنا بداية سيئة في بداية المباراة، والكورة يعني فوز وخسارة يعني في النهاية يعني ما الواحد بس نقول الحمد لله على كل حال. بين الشوطين فوزات ايش كان مقدم لكم؟ لأن أعتقد انه كانت أفضل يعني أفضل تعامل كان بالنسبة لكم انك من 2-0 ل 3-2 في الشوط الأول وتطلع بهذه النتيجة الإيجابية، كان ممكن الشوط الثاني تكون رغبة اللاعبين داخل الملعب برضو تكون أفضل وأكبر. هو المفروض يعني، لأنه زي ما أنت شايف أنت الشوط الأول وجاء فيك هدفين، والشوط الثاني يعني جاء فيك يعني يعني بعد ما جاء فيك هدفين يعني قدرت أنك ترجع للمباراة وتتقدم، والشوط الثاني يعني نفس الطريقة يعني جاء فيك هدفين. و ليه ابو فراس احسك مستغرب انت من الجو حق المباراه؟ ايش اللي تحسه كذا؟ والله اخوي مباراه غريبه الصراحه يعني، بس ايش نسوي يعني الحمد لله على كل حال.